السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم مطلع صغير، يجي بزاف بنين وخفيف، يجي هايل. بالنسبة لي دائما نحب نفخسيه بالشاورما، وانتم فخسيوه كما حبيتوا. قبل أن نبدأ، ما تنساوش ديروا الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يصلكم كل جديد. إذن على بركة الله نبدأ بالمقادير. عندي 450 غرام فارينة، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، الملح، زوج ملاعق كبار زيت، واللي تحب زيت زيتون دير زيت زيتون. هنا كما راكم تشوفوا راح نحط الخميرة ونزيد لها السكر ونزيد لها شوية ماء دافي ونخلطهم ونغطيها الخميرة ونخليها حتى تتفاعل مع السكر. هنا واش راح ندير؟ راح نزيد الملح للفارينة ونزيد زوج ملاعق كبار زيت. قلت لكم اللي تحب دير زيت الزيتون دير زيت الزيتون. هنا الخميرة بعد ما تفاعلت مع السكر راح نضيفها للفارينة. هنا راح نضيف ماء دافي ونبدا نلم في العجينه تاعي. هنا كما راكم تشوفوا كل مره نزيد شويه ماء حتى تحصل على عجينه تكون طريه وتكون مليحه. اذا هنا كما راكم تشوفوا انا العجينه تاعي اللي هنا راني لميتها ما راحش نزيد لها الماء. واش راح ندير؟ راح نرش الفارينه فوق البلون دو طرافاي ونكمل نعجنها بيديا. اذا هنا كما شفتوا اخواتي العجينه تاعي راني عجنتها كملت. هنا واش راح ندير؟ راح ندير شويه زيت في الغيسيبيون ونحط فيها العجينه تاعي ونغطيها ونخليها حتى تخمر. اذا اخواتي كما راكم تشوفوا العجينه راهي خمرت جات ما شاء الله. راح نرش الفارينه فوق البلون دو طرافاي ونقسم العجينه. كما راكم تشوفوا اخواتي العجينه راهي جات ما شاء الله، جات هايله. راح نقسمها على 8 قطع، يعني راح ندير 8 كورسات.
اذا اخواتي كما شفتوا العجينه تاعي بعد ما قسمتها الى 8 قطع، لهنا راح نكمل نقرصهم كامل بهذه الطريقه. اذا هنا اخواتي انا راح نغطيهم ونخليهم يخمروا مليح. هنا بعد ما خمروا القرصه تاعي مليح، اذا هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خمروا القرصات راح نفتحهم كامل بنفس السمك. اذا هنا بعد ما سخن الطاجين راح نحط القرصه وراح نقلب القرصه تاعي قبل لا دير النبولات. اخواتي هنا شوفوا القرصه كيف تنفخت في الطاجين. اذا اخواتي هاوليكم المطلوع بعد ما طيبته، شوفوا كيف جا ما شاء الله جا هايل، وشوفوا هذيك الكميه اللي دارتها لي 450 غرام فرينه دارت لي 8 قرصات. شوفوا كيفاش طاب جا هايل. لهنا نقسم لكم المطلوعه تشوفوها من الداخل كيفاش جات. اذا اخواتي هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتحبوها. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، في امان الله.